بس ايه علاقة الكلام ده بان انت عاوز تمشي؟ اللي لسه شايف انه الجهاد في مصر مش انتحار ومش القاء بالنفس بالتهلكة اكيد عنده مشكلة في بصيرته. الامن كل يوم ادائه بتثبت على الارض اكتر، واحنا كل يوم الخناق بيضيع علينا. حتى لو ده صحيح، ما ينفعش نسيب مصر ونمشي. ده امتحان، ابتلاء من المولى عز وجل عشان ابقى اطيب من النبي والصحابه. لما دعا عليهم الخناق في مكه ربنا قال لهم هاجروا واخرجوا لمكان امن تقيموا فيه الدوله، ما قال لهمش خليكوا قاعدين في مكه وتحملوا اذى المشركين حتى لو ذبحوكم. ما اعتقدش ان مصر هتبقى عزه عند ربنا من مكه هشام. بس النبي والصحابه ما كانوش قادرين يعملوا اللي احنا بنعمله دلوقتي. احنا لسه بنضربهم ضربات موجعه وبنهز عرشهم وبنحرق قلوبهم على اولادهم زي ما حرقوا قلوبنا. عظيم، وده جهاد لازم يستمر، لكن هيحتاج وجود القيادات في مصر في ايه والتضحيه بسلامتها. ده عمل ممكن يقوم به الاطراف في القواعد. القيادات لازم تحافظ على امنها وسلامتها وتخرج لمكان امن تعرف تخطط منه وتجيب معونه وتستعد ليوم الفتح. فاكر لما كنا بنتكلم على الثوره الايرانيه؟ الخميني لما قامت الثورة ما كانش موجود في إيران أصلا، كان في فرنسا. نزل من الطيارة على البلد على طول، سلام عليكم يا جماعة، الثورة نجحت، طب أنا جاي أحكم. صدقني. يعني أنت هتسافر أوروبا؟ لا، ليبيا. ليبيا؟ ليبيا بقت يثرب المجاهدين المصريين دلوقتي. التيار الإسلامي هناك أقدامه ثبتت، بقى متمكن أكتر، وأنا ليا شوية اتصالات مع بعض الإخوة هناك في القاعدة وغيرها. عبد الكريم بالحاج ما أنت عارفه. في معلومات كمان إنه الداعمين لينا في قطر وتركيا بيقدموا كل دعم ممكن عشان يقام ما يسمى بالجيش المصري الحر على غرار الجيش السوري الحر. يعني بيقدموا كل أشكال الدعم، دعم مالي، دعم لوجستي، سلاح، تدريب، قتال، كل حاجة. صدقني انت مكانك ما بقاش هنا، انت مكانك هناك. بس ابو عبد الله جايبني النهارده عشان يكمل كلامه معايا. انا اتولى منصب نائب امير مجموعه الوادي مع ابو عبيده. راحتك، انا بس كنت عايز اقول لك اللي جوايا بما يرضي الله. خلينا متواصلين على التليجرام على اي حال، واذا حسيت في اي وقت ان انت عايز تيجي مكانك موجود.